جامد. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل من الاجهزه هنا كتير، فانا الاول هشرح لكم الكونكشن بتاعت الاجهزه، بعدين نشوف كل جهاز بيعمل ايه، بعدين نشوف الابلكيشن اللي احنا عايزين نعمله على الجهاز. اوكي طيب، الكونكشن بتاعتي عامله ازاي؟ اول حاجه الجهاز الكبير ده اسمه ايه؟ اسمه سويبر. اوكي يا ريت ما تعملش. طيب الجهاز ده اسمه ايه؟ الجهاز ده اسمه صوت يا جماعه صوت. الجهاز ده اسمه ايه؟ الجهاز ده اسمه سويبر. اوكي الاوتبوت بتاعه وصل على مين؟ وصل على دي اسمها ايه؟ دي اسمها مايكرويف لوباس فلتر. هنشوف كل حاجه في دي بتعمل ايه دلوقتي. بعدين الاوتبوت بتاع اللوباس فلتر ده وصل على مين؟ وصل على حاجه اسمها باور سنسور، لو قريت عليه مكتوب عليه باور سنسور. والاوتبوت بتاع الباور سنسور وصل على مين؟ وصل على الجهاز ده اللي اسمه باور ميتر. اوكي وانا بقول لك بقى، او لو تحب توصوا بعد ما نمشي من ورا، ان الجهاز ده اللي اسمه بي سي واصل من خلال الباص كده من ورا على السويبر اللي هو الجهاز الكبير ده، ومع الباور ميتر برضو مع البي سي اللي هو هيبقى الكنترولر في الدايره بتاعتي. اوكي طيب تعالوا نشوف بقى كل جهاز من الاجهزه دي بيعمل ايه. اول جهاز عندي اسمه سويبر. الجهاز ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده بيقدر يشتغل في واحد من اتنين مود. خلاص، اول مود اللي هو الكونتينوس ويف مود. يعني ايه يشتغل في الكونتينوس ويف مود؟ يعني يطلع لي كونتينوس ويف، يعني يطلع لي كوساين ويف بفريكوانسي واحد من الفريكوانسيز اللي هو يقدر يطلعها، اللي هي مكتوب عليه من 10 ميجا لغايه كام؟ لغايه 20 جيجا. اقول له طلع لي كونتينوس ويف، يعني كوساين ويف بفريكوانسي مثلا 10 جيجا، الفريكوانسي 1 جيجا، يروح مطلع لي كونتينوس ويف، يعني يطلع لي ايه؟ كوساين اوميجا سي. تاني حاجه، تاني مود ممكن يشتغل فيه حاجه اسمها سويبنج مود. ايه اللي سويبنج مود ده؟ ممكن يعمل حاجه اسمها سويبنج، يعني ممكن اقول له طلع لي سيجنال الفريكوانسي بتاعها بيتغير من 10 ميجا لغايه مثلا 10 جيجا. تمام، ووصل من ال 10 ميجا لل 10 جيجا دي في تايم معين مثلا اسمه 1 سكند، هيروح عامل ايه؟ انا قلت له ابدا عند 10 ميجا، يبدا يطلع لي ويف الفريكوانسي بتاعها 10 ميجا، ووصل ل 10 جيجا فيبدا يزيد بالفريكوانسي يزيد بالفريكوانسي يزيد بالفريكوانسي لغايه ما يوصل لل 10 جيجا اللي انا قلت له عليها في التايم برضو اللي انا قلت له عليه اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه 1 سكند. اوكي يبقى انا عشان اشغله في المود الثاني محتاج اعرف له ثلاث حاجات، ايه هم؟ بالظبط الستارت فريكوانسي، وايه ثاني؟ والستوب فريكوانسي، وايه اخر حاجه؟ السويت تايم اللي هياخده عشان يوصل من ايه لايه؟ عشان يوصل من الستارت فريكوانسي لغايه مين؟ لغايه الستوب فريكوانسي. شكل السيجنال دي اسمها ايه؟ اسمها شيرب سيجنال. اوكي طيب تاني جهاز عندي اسمه ايه؟ اسمه مايكرويف لوباس فلتر. اللوباس فلترز ان جنرال اللي انتوا خدتوها قبل كده كانت عباره عن ار سي سيركت. خلاص ار سي سيركت عباره عن شويه ارات وسيهات. اوكي وبنعتمد على حاجه اسمها الريزونانس فريكونسي، هو ده كان بيبقى الكاتو فريكونسي. لو هو هاي باس يبقى اللي قبل اللي قبل الكاتو فريكونسي ما بيعديش واللي بعديه بيعدي، لو هو لو باس يبقى اللي قبل الكاتو بيعدي واللي بعديه ما بيعديش، لو هو باند باس يبقى انا عندي اكتر من كاباسيتنس، عندي اثنين كاتو فريكونسيز واللي بينهم بيعدي واللي بره ايه؟ واللي بره ما بيعديش. لو عندي حاجه اسمها نوتش فلتر، ايه النوتش فلتر ده؟ يعني اللو باس اللو باس بيعدي اللو وما بيعديش الهاي، الهاي باس بيعدي الهاي وما بيعديش اللو، الباند باس بيعدي باند معينه وايه ويوقف الباقي. ايه النوتش فلتر ده بقى؟ واحد فريكونسي واحد بالظبط، بايه؟ بيريجكت فريكونسي واحد، حاجه عامله كده بيعدي كل الفريكونسيز ما عدا فريكونسي واحد بس. خلاص طب الار سي فلترز دي كانت بتشتغل لغايه الرينج بتاع الميجا هرتز اللي هو الرينج بتاع الار اف رينج الار اف سيجنالز. تمام، وانس ان احنا دخلنا في المايكرويف رينج هنحتاج حاجه ثانيه اسمها ايه؟ هنحتاج حاجه اسمها مايكرويف لوباس فلتر، اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه شبه الويف جايد. اللي هو فين في التجربه دي؟ ما تقوليش ده بقى اللي هو فين؟ حته الويف جايد الصغيره دي. اوكي طيب بعد كده الاوتبوت بتاع اللوباس فلتر وصل على ايه؟ وصل على حاجه اسمها باور سنسور. ايه الباور سنسور ده؟ ده ترانسديوسر. يعني ايه ترانسديوسر؟ بيحول من ايه لايه؟ بالظبط، بيحول من تايب اوف انرجي لانذر تايب اوف انرجي. الانبوت تايب اوف انرجي ليه هي عباره عن ايه؟ الانبوت بتاعه عباره عن مين؟ الاوتبوت بتاع المايكرويف لوباس فلتر. يبقى الانبوت بتاعه ايه؟ نوعه ايه؟ لسه مايكرويف انرجي. خلاص هيحولها لحاجه تمشي في سلك هنا وتروح لده، يبقى اسمها ايه اللي هيحولها لها؟ الكتريكال انرجي، تمشي في السلك تروح للباور ميتر يعمل فيها ايه؟ يقيس الانرجي. خلاص طيب انا هدفي ايه في التجربه دي؟ هدفي في التجربه دي ان انا احسب الكاتوف فريكونسي بتاع المايكرويف لوباس فلتر.
عشان نحسب الكات اوف فريكونسي محتاجين نرسم حاجه اسمها الفريكونسي ريسبونس، اللي هي ايه مع ايه، اللي هي الجيم بتاعه مع مين، مع الفريكونسي. الجيم بتاعه يعني الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج، او الاوتبوت باور مع الانبوت باور مع مين، مع الفريكونسي. انا هثبت الانبوت باور فهرسم على طول بي اوت مع مين، مع الفريكونسي. بما ان ده لوباس فلتر فانا متوقع شكل الريسبونس بتاعه يبقى عامل ازاي، بيعدي الفريكونسيز القليله لحد كات اوف فريكونسي معين، بعدين ايه، بعديه بيعمل اتنويشن كبير او ما بيعديش حاجه. امتى بقى عند انهو باور بقول ان هو ده الكات اوف فريكونسي، لو هو باور ماكسيمم بتاعته اسمها بي نوت، اما تنزل كام من قيمتها اقول عليه نص بالظبط. لو هو بالفولتج يبقى كام، واحد على جذر 2. لو هو بس بي اوت مع بي ان كان يبقى في ماكسيمم على جذر 2. المسافه دي بالدي بي بتساوي كام، 3 دي بي اللي هي 10 لوج 2. تمام، يبقى المسافه دي بكام، المسافه دي اسمها 3 دي بي باندويث. بس انا كل اللي عايزه في التجربه ان انا ارسم الكيرف ده، اشوف امتى الباور نزل 3 دي بي، واروح جاي هنا قطع الكيرف واجيب مين، واجيب الكات اوف فريكوينسي بتاعه. تمام، ازاي هرسم ازاي هرسم بقى الكيرف ده؟ هروح للجهاز الكبير اللي اسمه سويبر ده، اقول له طلع لي ويف الفريكوينسي بتاعها بيساوي ده. هتروح الاوتبوت بتاعي طالع معدي على اللوباس فلتر ومعدي على الباور سنسور، داخل الباور ميتر يقيس لي مين، يقيس لي الاوتبوت باور بتاعه اللوباس فلتر دي، اروح اجيب النقطه دي على الكيرف. بعدين اروح قايل للسويبر طلع لي الفريكونسي اللي بعده ده، امشي في ستيب معينه واقول له طلع لي الفريكونسي ده. تمام، واروح رايح قايس الاوتبوت باور، بعدين طلع الفريكونسي اللي بعده واقيس الاوتبوت باور، اجيب شويه نقط على الكيرف، ارسم الكيرف اشوف امتى الباور نزل 3 دي بي من الماكسيمم بتاعها، ويبقى هو ده مين، هو ده الكات اوف فريكونسي بتاعها. تمام، طيب عشان اشتغل، عشان اطلع اللي انا قلته ده، هشغل السويبر ده في الكونتينوس ويف مود ولا في السويبنج مود؟ سويبر. اخر كلام، حد عنده اقتراح؟ كونتينوس ويف مود. طيب ليه في الكونتينوس ويف مود؟ ان انا عايزه يطلع فريكونسي، فريكونسي مش عايزه يطلع اي شويه فريكونسي زرار، انا عايزه يطلع فريكونسي واخد قراءه، فريكونسي واخد قراءه، مش عايز اقول له طلع لي كل فريكونسي زرار. طيب الحقيقه ان احنا بقى اللي هنعمل كل ده، اللي هيعمل كل ده مين؟ الكمبيوتر، الكنترولر. ليه؟ عشان نوريك حاجه ثانيه اسمها جي بي اي بي، جنرال بيربوز انترفيس. بس اتش بي لما عملت الاجهزه بتاعتها زمان عملت حاجه اسمها اتش بي اي بي او اتش بي انترفيس باس، ده باس عن طريقه بقدر اوصل اجهزه اتش بي دي ببعضها. اوكي، اللي هو الباس اللي عن طريقه قدرت اوصل الباور ميتر بالسويبر بالبي سي، حاطط فيه جي بي اي بي كارد من ورا برده، ممكن تشوفوها موجوده بره. تمام، بحيث اقدر اوصل ده بده كده. اوكي، هدفه ايه الباس ده؟ الباس ده مش جاست ان هم عملوا السلك، يعني جاست في برده في ادرس لكل حاجه على الباس، في بروتوكولز ما بينهم، في حاجه اسمها لازم كل لحظه واحد بس اللي بيتكلم والباقي كله بيسمع، ما ينفعش يبقى في اكتر من كنترولر على الباص. في شويه تولز اكتر المفروض هتاخدوها في النظري على الجي بي اي بي ده. اوكي، فالمهم ان هم عملوا الباص ده عشان اقدر اوصل مين، اقدر اوصل الاجهزه دي ببعضها. مش بس الباص ده يعني استلك، الباص ده كمان يعني البروتوكولز والادرس لكل جهاز، ومين هيبقى توكر، ومين هيبقى لسنر، ومين هيبقى كنترولر، ان شاء الله. اوكي، طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا بما ان هم واصلين ببعض عن طريق جي بي اي بي، هنبرمج الكمبيوتر ده بحيث ان هو يران التجربه دي. يعني ايه؟ هخلي الكمبيوتر يروح يكلم السويبر يقول له طلع الفريكونسي ده، بعدين يروح يكلم الباور ميتر يقول له هات القرايه اللي انت قريتها دلوقتي، ويروح مخزنها عنه، بعدين يروح يكلم السويبر يقول له طلع الفريكونسي اللي بعده، ويروح ياخد القرايه من الباور ميتر ويسجلها، وهكذا يكون تيبل عنده يقول له ارسم لي الكيرف يرسمه. اروح انا نازل بقى 3 دي بي واشوف مين، واشوف الكيرف. عشان اعمل برمج الجهاز محتاج ايه؟ محتاج بروجرامنج لانجوج. اوكي، بروجرامنج لانجوج اللي هنستخدمها حاجه اسمها اتش بي بيزك. ايه الاتش بي بيزك دي؟ دي حاجه شبه البيزك، بروجرامنج لانجوج شبه البيزك بس فيها شويه اوامر لاجهزه اتش بي. اوكي، عشان اكتب الاتش بي بيزك دي مش محتاج حاجه تعمل لي ران للبرنامج اللي انا هكتبه. ايه اللي بيعمل ران للبرنامج؟ السي مثلا، انت بتكتب السي ده فين؟ الكومبايلر بالظبط، اديتور وكومبايلر. اوكي، ممكن الاديتور يبقى هو نفسه الايه؟ في كومبايلر اي دي اي. فاحنا اول حاجه عايزين نفتح الكومبايلر اللي هنكتب فيه الكود بتاعنا ده، فنعمل ايه؟ نتك بيزك عشان نفتح لي الكومبايلر. هكتب امر بيزك ده هيفتح لي الكومبايلر بتاع البروجرامنج لانجوج اللي اسمها اتش بي بيزك. بعدين عايز اقول له ايه؟ انا البروجرام بتاعي اللي هيران التجربه دي موجود على الفلوبي ديسك ده. اوكي، موجود فين؟ في فايل اسمه اف 3. تمام؟ فاكتلي هقول له روح اقرا الفلوبي ديسك.
ايه الامر ده؟ بقول له ام اس اي ماس ستورج انترفيس، روح اقرا الماس ستورج بتاعتي اللي الادرس بتاعها كذا وده الادرس بتاع الفلوبي ديسك، روح اقرا الفلوبي ديسك، اعطي له الادرس بتاعه وبقول له روح اقرا الماس ستورج ايه؟ الماس ستورج بتاعتي اللي هي الفلوبي ديسك. اخر حاجه عايز اقول له لود الفايل اللي عليه البرنامج اللي هيرن التجربه، فعايز اقول له لود الفايل، قلنا اسم الفايل ايه؟ اف 3. لود الفايل اللي اسمه اف 3 اللي موجود على الفلوبي ديسك اللي هو هيرن مين؟ اللي هيرن التجربه. ده الكومبايلر بتاعي فتح اهو، ابدا اكتب ايه؟ ابدا اكتب الامر الاول، روح اقرا الفلوبي ديسك، لازم ادخل الفلوبي ديسك. قال كنت مطلع الفلوبي وانا بولع الجهاز او بالظبط عشان ما يعملش بوتنج. بعمل ام اس اي، ده الادرس بتاع الفلوبي كده، بدا يقرا من الفلوبي. بعدين هقول له ايه؟ هقول له لود الفايل اللي اسمه اف 3. خلاص، ازاي لود من دي؟ التاب ده بيجي منين؟ كل تاب من دول عباره عن اف من تحت، عايز اديت اف 1، فده لود ده يبقى مين؟ يبقى اف 5. وبعدين اكتب له اسم الفايل اف 3 كده، عمل لودنج لمين؟ عمل لودنج للفايل. عايز انا اشوفه بقى اقول له ايه؟ هقول له اديت، اديت التاج مين؟ اف 1. خلاص كده افتح الاديتور بتاعه واشوف مين؟ اشوف الكود بتاعي، ده الكود اللي هيرن التجربه. هي بروجرامنج لانجويج، معرف شويه انتجرز، وبعدين امر بيقول له مثلا ابورت 7. ابورت 7 ده ايه؟ بيقول لي دول وقفوا اي حاجه انتوا بتعملوها، تمام. ريموت 7 بيعمل ايه؟ ريموت 7 هيقول لهم والله اعملوا ديسيبل للزراير بتاعتكم دي، انتوا هيتم التحكم فيكم عن طريق مين؟ عن طريق الجي بي اي بي كارد. خلاص، يعني لو انت حاولت تتك على الزراير اثناء التجربه مش هتعرف، يعني هتلاقي مفيش حاجه بتستجيب لك. هو دلوقتي عمل ديسيبل للزراير واوامره كلها بياخدها عن طريق مين؟ عن طريق الجي بي اي بي باس بتاعك، تمام. طيب اخيرا بقى، ايه الثلاث اوامر دول؟ تتوقع ايه اللي فيرست 500 واللاست 5000 والانكريمنت 50؟ اول تردد بالظبط. انا ده اول تردد، انا هاخد شويه نقط، فبيقول له امشي ابدا ب 500 ميجا ووصل لغايه 5000 ميجا بستيب كام؟ بستيب 50 ميجا. يبقى انا خدت كام نقطه بالظبط؟ ده ناقص ده على مين؟ على 50 بلس 1 تطلع 91. خلاص. طيب اخر اتفضل. بورت 7، بورت 7 ده معناه ايه؟ ابورت ده بيعمل ايه؟ ده بيوقف اي فانكشن بيقوموا بيها دلوقتي. افرض هم انا مشغلهم دلوقتي بيعملوا حاجه، بيقول لهم وقفوا اي حاجه بتعملوها. طيب انا بفتح الجهازين دول، اكشلي ده هيران التجربه كلها، فاعمل بريسيت لده وبريسيت لده واختار المود اللي ده هيشتغل فيه. قلنا هيشتغل في الكونتينوس ويف ولا في السويبنج مود؟ فاتك كونتينوس ويف بس، والباقي ده هو الكمبيوتر يعمل كل حاجه. انا هسيبكم دلوقتي، الجهاز ده هنعمل ران للبروجرام، فاتك ايه؟ ران دي كام؟ اف 3. هتك اف 3 هيعمل ران. المفروض انتوا تلاحظوا بقى بعد ما نمشي، هتلاقوا هنا بيظهر فريكونسي، خلينا نعمل اف 3 يمكن قبل ما نمشي. هيطلع هنا 500 ميجا، بيطلع مثلا انا قلت له ابدا ب 500، يطلع 500 وتطلع لي هنا باور بالدي بي ام، بعدين يزيد 550 وتطلع هنا باور بالدي بي ام. هو عمال يسجل طبعا. بعد ما يخلص خالص هيروح مطلع لك تيبل في مين؟ في كل قيم الباورز، اي 500 طلعت وهيطلع هنا قيمه باور 550 وهكذا. في الاخر خالص هيطلع لك تيبل في قيم الباورز اللي هو قراها دي، يقول لك بريس كونتينيو تو بلوت داتا. تبريس كونتينيو ازاي بقى من على الجهاز؟ F2 خلاص، فهيروح راسم لك الكيرف ده، تقيسه الكاتو فريكونسي وتقوله لي بكام بقى وانا هناك. اوكي ينفع طبعا بعد اما نجيب الاديتور، الاديت دي اقف على اي سطر واكتب اللي انت عايزه. مش مجرد تدوس على الكود جوه ظهر على طول؟ الكود بتاعي ظهر. اوكي، لان انا كنت عامل لودنج للفايل الاول، انت بتعمل لودنج للفايل بعدين. اوكي، دوس F2 عشان يوصل. طيب وبعدين بس كده.